ايه ايه كان مات. انا متضايقه قوي يا مستر سليمان، حقيقي متضايقه. في ايه؟ خير؟ مش عارفه اقول لك ايه. خلاص خلاص، ما بقتش قادره ان انا عاشر سامر. كل يوم اقفشه مع واحده، كل يوم اقفشه مع واحده. خلاص تعبت بجد، بقت عيشه تقرف. الحقيقه ليك حق، يعني انا امبارح شفته في النادي كان معاه. لا 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 يا مستر سليمان، ارجوك ما تكملش لو سمحت. انا تعبت، تعبت من كتر ما بشوف خياناتي بعيني وبسمعها بوداني. انا التفاصيل دي بتجرحني. طيب انا اتكلم معاه. لا 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 لا، ما تتكلمش معاه خالص مستر سليمان. المشكله دي ما بقاش ليها حل. انت لو فعلا بتحبني وخايف على مصلحتي تقول له يطلقني. لا 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 لا، مش كده الحمد لله. كل مشكلة وليها حل. يعني ايه يا مستر سليمان؟ انا بجد ما بقتش قادرة اتحمل. تعبت. خلاص كده اوكي، كلهم يروحوا الحسابات على طول يا كارمن. تمام جدا. اوكي كارمن. هاي رسلانة. استني حبيبتي، انا كنت محتاجة جدا اني اتكلم معاكي شوية. طبعا شوري اتفضلي. اصل سليمان متغير معايا اليومين دول. لا هو بقاله فترة متغير معايا. تصوري يا كارمن، لأول مرة في حياته بيعلي صوته عليا. مستر سليمان محتاج لك. نازلي هنا مستر سليمان حاسس ان هو ما بقالوش لازمة في الدنيا. وبعدين بقى لو سمحتي لي وبصراحة، انت بتعملي وحش قوي. تفتكري يعني انا مش عايزة اتغير؟ انا حاولت كتير، حاولت اعمله كويس، لكن مش قادرة انسى. في حاجة جوايا كبيرة بتزقني ان انا اعمله وحش غصب عني. صدقيني يا كارمن، غصب عني. اصل هانم انا زي بنتك، وانت عارفه انا بحبك قد ايه. حرام كل العمر اللي عدى ده، حرام كل العذاب اللي انت عذبتيه له ولسه بتعذبيه له. تفتكري ده هيرجع اللي راح؟ مفيش حاجه ابدا ترجع اللي راح. انا عارفه ومتاكده. بس انت لو شفتي شادي ما كنتيش هتنسي طول عمرك. ما تبصيلهاش كده، احسبيها بطريقه تانيه. يعني هو اقرب انسان ليكي ده كان قصده انه يكسر قلبك برضه، ولا ده كان قضاء ربنا؟